انطلقت فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران الخامس، والذي يستمر 3 أيام ويشهد مشاركة أكثر من 200 شركة عالمية رائدة بمجال الدفاع والتسليح. وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر أن المعرض يهدف إلى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. شهد معرض الخليج للدفاع والطيران في نسخته الخامسة مشاركة مضاعفة من الشركات العالمية، بلغ أكثر من 200 شركة يمثلون 31 دولة وبحضور كثيف من القيادات العسكرية المختلفة. سعيد أن أكون متواجد في هذا المعرض للحقيقة اللي تم له الإعداد الجيد من فترة طويلة. هذا المعرض إن شاء الله راح نبين فيه جزء من رؤية الكويت، توجهات سيد صاحب السمو رؤية الكويت 2035. الحقيقة هذا المعرض تميز عن المعرض السابق، كانت المشاركة فيه بنسبة 100%. المعرض السابق كانت المشاركة 106 شركات، هذا المعرض الآن أصبح 212 شركة. هذا دلالة على الحقيقة الاهتمام من الشركات وتواجدها داخل الكويت حتى تتميز في منتجاتها اللي تم تصنيعها من قبلها. عدد الشركات المشاركة اللي تزايد في كل نسخة يدل على أهمية هذا المعرض وأهمية محتوياته. ما شاهدناه في الجولة السريعة يدل على مشاركات متميزة ومهمة. فأكرر شكري وتقديري لأخي وزميلي ولجميع العاملين من أفراد وضباط الجيش الكويتي على هذا التنظيم المتميز الغير مستغرب من منسوبي الجيش الكويتي ووزارة الدفاع الكويتية العريقة. المعرض يعد أحد أهم المعارض العسكرية على مستوى العالم، وتتسابق جميع الشركات العالمية المصنعة للأسلحة والآليات والمعدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية للمشاركة فيه، وهو فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية في مختلف العالم. كل الشركات الموجودة هي تبين قدراتها التقنية والفنية، كل شركة تعرض ما هو موجود عندها أو ما هو أفضل ما هو موجود عندها. أنتم شايفين الحضور اليوم والافتتاح والمستوى العالي اللي موجودين من قادة دول مجلس التعاون العسكريين، رتب عالية موجودة، وليهم الشركة أنها تسوق أو تعلن ما هو موجود لديها. والحين احنا شايفين أكثر من وفود عربية موجودة وخليجية موجودة تتفاوض وتشرح مع الشركات ما هي إمكانيات الشركات، وهذا بحد ذاته نجاح للمعرض. معرض الدفاع والطيران الخامس الذي يقام على صالة أرض المعارض يعد فرصة لجذب الشباب للتعرف على القطاع العسكري والخدمة الوطنية، وحث طلبة الجامعات على عرض مشاريعهم وتشجيعهم على الانخراط بالسلك العسكري. يسعدنا اليوم أن نتواجد في معرض الخليج للدفاع والطيران في نسختها الخامسة للاطلاع على آخر التكنولوجيا في الأسلحة والمعدات الأمنية المتواجدة اليوم، ويسعدنا أن الحرس الوطني ساهم بعرض معداته سواء كانت الأمنية أو العسكرية مساهمة مع قواتنا المسلحة اللي اليوم متواجدة كلها. كما تعلمون التحديات كثيرة ويجب أن يكون في هناك تواصل واطلاع على أحدث التكنولوجيا العسكرية. شرف كبير لنا للأمانة في هذا المؤتمر لنستغل الفرصة ونستعرض الآليات الجديدة التي تم تدشينها من خلال طبعا استجلابها من الدول المتطورة، والحمد لله يمكن هذا يعتبر من يعني الخطط التنموية أيضا تضافر جهود المؤسسات العسكرية في هذا المكان. نتمنى أن يحوز هذا المعرض على رضا الجميع، وطبعا هذا المعرض راح يكون خلال 3 أيام. ندعو الجمهور الكريم بالحضور لهذا المؤتمر للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المؤسسات العسكرية من آليات ومعدات. المعرض الذي يمتد ل3 أيام يشهد مشاركة واسعة من الكويت تضم كافة المؤسسات العسكرية والإدارة العامة للإطفاء وكافة جامعات ومؤسسات التعليم العالي. مشاركة مضاعفة عن السنة الماضية من قبل الشركات والدول في معرض الخليج للدفاع والطيران بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيا التي توصلت إليها في هذا المجال. أحمد العنزي، الرأي.